بسم الله الرحمن الرحيم. كنز عظيم من كنوز السنة لا يعلم أكثر الناس. روى الإمام النووي بسند صحيح والإمام الترمذي بسند حسن وغيرهم من حديث عبد الله بن عباس: ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله، وفي رواية: لم يحضره أجله، فيقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفاه الله، وفي رواية: إلا أوفي. هذا الدعاء كنز عظيم من كنوز السنة، مجرب، أنا جربته كثيرا. كان لي قريبة بنت خالة كانت مريضة بالمرض الخبيث والعياذ بالله في الصدر، فوصيت أختي، وصيت كل من يعني من يعلم أو الأقارب أن يدعو بهذا الدعاء العظيم. برضو قلت هذا الدعاء لأناس كثير، لأناس كثيرين أصيبوا بمرض الكورونا، بعثته في رسائل صوتية على الواتساب وعلى الماسنجر، كلهم شفاهم الله. يعني ما اعرفش حد قررت مع الدعاء ده الا ربنا سبحانه وتعالى شفاه. الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، صادق لا ينطق على الهوى، ان هو الا وحي يوحى، كلامه درر لا يكذب عليه الصلاه والسلام ابدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول، اللي بيقول الحديث الدعاء ده لازم ربنا يشفيه. لو قلت الدعاء ده 7 مرات لاي مريض لازم ربنا يشفيه، الا لو كان مرض موته، ده موضوع تاني. موت لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت. يا ريت اللي له قريب أو زميل في العمل أو جار مريض يزوره ويقول له دعاء 7 مرات، مش قادر اتصل بيه في التليفون وقول له 7 مرات في التليفون، ابعت له رسالة صوتية على الواتساب أو على الماسنجر، في رسالة صوتية ابعت له الرسالة دي، أو حتى اكتبه: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، وانسخه وابعته 7 مرات بنية الشفاء، هيشفى ان شاء الله. فدعاء عظيم جدا جدا. فانا هكتب لكم الحديث: انسخوا هذا الكلام وانشروا نشر هذا العلم في طالب عظيم. اقول قولي هذا، استغفر الله اليوم.